أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في تقريرنا مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع. معكم رائد الخضر من Equity Global Markets. نتحدث عن أبرز الأحداث التي تأخذ مكانها خلال تعاملات هذا الأسبوع، وبلا شك نبتدأ أولا مع البنك المركزي البريطاني وبالتحديد مع مارك كارني الذي سوف يكون له خطاب في اجتماع رؤساء البنوك المركزية في واشنطن، وبالتالي سوف يكون يتلقى بعض الأسئلة. الأهم هو ما هي النظرة للسياسة النقدية في المركزي لبنك إنجلترا المركزي، وكيف سوف يكون التغيرات خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي أعلن فيه عن إمكانية أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في شهر نوفمبر أو في الأشهر القادمة. إضافة لذلك، من المملكة المتحدة ننتظر بيانات مبيعات الترزية بعد البيانات الإيجابية الأخيرة التي قد صدرت، ننتظر بأن تصدر بيانات مبيعات الترزية وتوقعات بأن تنمو بحوالي 20% بعد القراءة السابقة التي كانت ب 13%. هذا الحديث سوف يكون يوم الأربعاء، ولكن الأهم في يوم الأربعاء سوف يكون من الفيدرالي الأمريكي وقرار أسعار الفائدة. لعله من المتوقع بشكل كبير أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 1.25%، ولكن الحديث سوف يكون عن خطاب جانيت يلين رئيسة المركزي أو الفيدرالي الأمريكي حول أولا رؤية الفيدرالي للفترة القادمة، هل لا يزال هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة خصوصا بعد تحسن بيانات التضخم الأخيرة، ولكن الأهم من ذلك هو ميزانية الفيدرالي الضخمة التي تبلغ حوالي 4.5 تريليون دولار أمريكي، متى سوف يبدأ الفيدرالي الأمريكي بتقليص هذه الميزانية، وبالتالي ما هو تأثيراتها على أداء الدولار الأمريكي وعلى الأسواق إجمالا. الدولار الأمريكي يقف ستدي دون أي تحركات تذكر بشكل كبير، هناك نوع من التماسك أمام معظم المنتجات بانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي. طبعا أيضا ننتظر محضر الاجتماع أو قرار الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي، والذي من المتوقع بشكل كبير أن يبقي على أسعار الفائدة عند 1.5% صبيحة يوم الثلاثاء، هو يوم غد. إضافة لذلك ننتظر كذلك حديث لماريو دراغي، سوف يكون لديه خطابين خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع بشكل كبير أن نحصل على إشارات إضافية حول سياسة النقدية وفي المنطقة الأوروبية خصوصا بالفترة الحالية. هل سوف يكون هناك توجه نحو تشديد في السياسة النقدية بشكل أكبر، أم لا يزال هذا الحس بما يتعلق بإبقاء التيسير النقدي لفترة ممتدة وفترة أطول، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك أي إجراءات تشددية في السياسة النقدية كتقليص في البرنامج التيسير النقدي. طبعا هذه هي النقاط الأبرز. النفط لا يزال يتسلق بالاتجاه الصاعد مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، ولا يزال التارجت تبعنا الوصول إلى مستويات 52 دولار للبرميل خلال الفترة الحالية، مع تعزز الآمال بنمو الطلب طبعا بعد التقارير التي كانت قد صدرت عن وكالة الطاقة الدولية وخلال الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى إمكانية أن يتحسن الطلب في الفترة القادمة. الذهب تحت الضغط لا يزال مع استمرار وجود الفرصة البديلة ورغبة المخاطرة لدى المستثمرين إجمالا، لا يزال تحت الضغط، هو حاليا عند مستويات 1311 دولار للأونصة. السبورت هو عند مستويات تقريبا 1309 دولار للأونصة. كسر هذه المستويات قد يعني مزيد من الانخفاض بحوالي 9 دولارات وصولا إلى مستويات الدعم النفسي عند 1300 دولار للأونصة. هذه هي أبرز الأحداث التي أردنا أن نسلط عليها الضوء في تقرير اليوم. أشكر لكم المتابعة ونراكم على خير دائما في الفيديوهات القادمة.